فلوس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم ابراهيم علي الخفاجي وباقي العبد. هسه احنا بالمعهد وباقي عنده امتحانات. تونس راح يصعد يتونس. ويعني شايف لمن شايف الصفر لما يجي خير. الحبابين تمامين، كلش حبابين مؤدبين. طيب دور ثاني، دور ثاني يكون والله يكون والله. يا اخي في الظاهر من البدايه تسمون ولا تنجحون؟ ماكو واحد على النص. باقي العبد صاير بطل ويدي راجع. شوف القعده الجهنميه، شوف القعده الجهنميه. حتى لازم تبدي وقت الجد كافي لعب بنات ركض نيل حديد شواك. لا شواك على صفحه. شواك احنا لازم كل بلوج لازم نذكرها، لان يعني ايش مكان مقدس. عشان مقدس مقدس ما راجع عن الفرق كامل خلاص. ايه طبعا صار لي فتره جاي المعهد، احس المعهد شوي متغير يا اخي. يا اخي ما انت بس ورا شويه يعني اصور هالسنه 2001 بالمعهد. 2001 ما ادري ما اعقلها يعني. في واحد المعهد شنو السالفه؟ باق العاب الصعد يمتحن احسن طن خالته فوق. حسين فيفا صديق اللي دائما يخف في المستحيلات وجرانميتيكيه الحياه. واقول لك تعال صدق شوف انا قبل شوي صورت هاي خشب، هاي خشب، هاي كذابيه صبغ. شو هاي شنو خيط يسموها؟ هذا يعني نوع من انواع الفن الديناميتيكي العراقي. حبايب قلبنا، حبيب قلبنا. اخ شلونك اخبارك؟ مشتاق لكم. هاي شنو صدق كذي؟ حبايب قلبنا تعال لك مشتاق الصديق. حبايب صاحبتي صاحبتي لا تخوني لا تخوني لا تخوني لا تخوني صاحبتي هاي. اخ طلعي ولا نسيو لين كسر غصب عن اهم. اعرفكم استاذ محمد. والله عيدها 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 مشتاقين. حياتي عاش مسمع صوتك. شخبارك؟ احيوك قاعو. ها فيفو ايش تسوي؟ تعال تفضل تفضل. ها فيفو شنو هاي؟ ما ادري تشريب مشكله ميبس بس سموك ويد افري داي. ربيته يلا امشي. عباس بن فرناس الشعب. عباس بن فرناس الشعب. بابا طيبه شلونك اخبارك؟ عاش صوتك يا ربي. يعني هسه هذا كله مكان هيك. هاي شنو معناها؟ هاي شنو معناها؟ هاي شنو معناها؟ يا اوقف هم كاسرية بس اوقف هم كاسرية. اول شيء هم كاسرية زين ليش حاطيها هنا؟ شنو فائدتها؟ دع السلامة. الله يسلمك حبيبي. بشرني. فول فول. هو يقول لك مقولات بارك شو يقول؟ الصفر احسن من الحديد. شلون يقول؟ هو بارك حكيم بس مراتي مضرب يعني مو تراملي. هو حكيم هو خوش يعني عنده حكايات حلوه بس مراتي مضرب. عفوا رجع حلو. اليوم قاعد امتحان و الفت يعني المفروض يعطوني جائزه نوبل مال افضل يعني هسه انت المفروض مساعد غنيس لانه هو الفت كتب. والله هاي صفحة كتبت بيها مكتبة بيشو للإنتاج الفني. بس إن شاء الله إن شاء الله ننجح. أريد أقول لكم شيء، اللي ما يسوي سبسكرايب لإبراهيم عمره خسارة، واللي ما يتابعه هم عمره خسارة. فلوقاته حلوة وسوالفه حلوة وهو أصلاً حلو. بيشو بس ليش تلوهجني؟ ما طلعت في الفلوقات بعد. إيش حدك صار ساعة ما ضربت ما طلعني في الفلوق. قسم الفنون المسرحية واسطه، لا كلهم واسطه، واسطه فلوس. لا يسمعوني. طبعا قسم التصميم الحلو بيه، انت تدخل لعبك داخل مستشفى.
والله مستشفى صدق عليك ما ملاحظ انا بعد ايش ما طبيت ايش ما طبيت قلت مو قسم الولاده قسم الولاده ما صح يا قسم الولاده انت قسم التصميم اصلا مو قسم الولاده ابو المستشفى فشلت قسم تشبه مستشفى هي شيء لا قسمكم مو عبارة مستشفى تقريبا مو برا طلعنا للهواء الخارجي لقيت بجيب الله اكبر فلوس بيزات بيزات فلوس فلوس بيزات بيزات فلوس دع السلام وضعية زفت لوقات 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 من اخي رجل سوري الشارع فاضي حتى شاع فاضي هسه من الكيه راح ننقل باب الشرجية وصلنا لباب الشرجية راح نحطه في الحديقة الأمه هسه شنو خلصنا كل احتياجاتنا باب الشرجي عبينا الكرشة كل شي تمام وضعية تتشي باخ بعد ضايج راح افوق يعني راح اطلب علاوي لازم شوي راح هسه العلاوي نشوف من اللبن العزيز مالتنا يلا انتظرونا اذا ابو علاوي وهسه حنروح حتى المنتج عندنا شغلات بسيطه نكملها تمام خلصنا مونتاج وباخ عافني خلص صراح هسه اجى صديقي سيف ابو الدغاتل هاي دغاته ام المواقف الصعبه اوكي حنروح راح ناكل لانه جوعانين كلش يلا جابن السبع جابن جابني البطل والله دعي ما تشتغل على البصمة والله دعي كعبة دعي والحمزة دعي على البصمة دريك والله دعي بصمة بصمة والله اي بصمة بصمة سمح اروح انا وسيف المكان الخاص نقول مكان الخاص سيفهم هو يعني شلون ما هذا شلون مو مكان الخاص يعني مكان اللي مكان الترفيهي ها؟ مكان الترفيهي مكان الترفيهي بالضبط اللي دائما يقعد واحد يشكي هم الله 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 هذا شعر شعر هذا شعر مو شو اسمه مهم هسه يلا وصلنا لمكاننا العزيز هذا مكاننا العزيز هنا نقعد وهذا الشط شو قدامنا الشط يعني شو مكان قدامنا شط جوانا زباله احنا شو نسوي بس تشمعني احنا شو نسوي هسه نقعد اوكي ونقعد رجلينا هيك طبعا مثل ما تعرفون بدايه سنه جديده يعني وكل واحد ما يبدي دراسه راح يجي انت طالب سادس فهسه الموضوع راح يكون عن طلاب السادس لانه سيف طالب سادس ان شاء الله فراح نعطي شويه خلينا نقول حوافز للطلاب السادس انه حتى لي يسون لان يدرون انه اي واحد يحكي وياه انه انا طالب سادس يقول له ها لك الله هيك يسوي له يعني شويه يحطمه خلينا نقول اوكي سيف خلينا نقول سيف انه اعطينا مواضيع خلابه وجميله سيف. طبعا اليوم موضوعنا عن طلاب السادس وبشكل عام عن طلاب السادس يعني وايضا طلاب يعني المراحل المنتهيه الخامس والرابع والثالث وغيره معكم استاذ الكبير سيف سادس. 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 سادس
لا تخلي واحد بكلمة واحدة يكسر راسك. دائما يعني اجاك طبيت ستوك سادس وهو مخلص سادس، قلت له انا سادس مدري شنو، قال لك هو مدري ايش وش راح يطلعك ونساء والسادس صعب وهاي. احنا كتجربه يعني انا من خلال يعني مدرسين يعني تكلمت وياهم مدرسين اكثر من مدرس وهاي، يعني ان شاء الله عندي بدايه قويه للسادس ان شاء الله، اريد معدل ان شاء الله. طبعا انا طالب ادبي يعني العلم راح يدفع فلوس حتى ينجح. لا يا فلوس كل دوس ايش هو كل السنين يعوضهم بفلوس. لا 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 فلوس لا مو فلوس. فلوس لا فلوس. اقول لكم شغله واحده، راح تكمل مواد وهاي انت بعد تعبت والله يعني وياك يعني الله ما يضيع تعب احد يعني الله يعني هاي يعني نعرفها احنا الله ما يضيع تعب احد. بمناسبه هاي حنسمع اغنيه الله 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 وياك الله 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 وياك. خلصنا من هذا المكان بعد راح نفتح نشوف وين نروح. بعد ملح ملح شو اسوي له يا اخي شو اسوي شو اسوي مو بصمه اصلا يعني هي سلف اخذ بصمه. شلون صحنا الطلاب السادس؟ والله يا شباب بالنسبه للطلاب السادس هذول اهل السماعات اكو ناس اي والله ايش فيك اي كمل كمل وياك كمل السماعات كلها تاخذ درجات 80ات و70ات اكو ناس تقرا من الصبح لليل يطبون لاكو شيء ماكو 50 ما يطرهم خطيه. بالنهايه كلش تونسنا طبعا هذا اليوم، احب اشكر كل من تابع هذا الفيديو، لا تنسون لايك سبسكرايب. مع السلامه. الله 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 وياه الله 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 وياه الله الله الله.